وبعد غزوة الخندق حدثت أو وقعت غزوة بني قريظة. قريظة. نعم. إيه اللي حصل بقى كده في حقيقة بعدما أخذ أبو سفيان قريش وغادر، وكان الوقت من الفجر إلى الظهيرة تقريبا، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى ديارهم واغتسل، فجاءه جبريل معتجرا بعمامته وقال: يا رسول الله، أوضعتم السلاح بعد؟ إننا لم نضع السلاح، وإن الله يعني يقول لك بأن تذهب إلى بني قريظة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وبالفعل قام القوم جميعهم بتلبية ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبسوا دروعهم وذهبوا إلى بني قريظة، حتى لتعجيل الأمر منهم من صلى في الطريق على أن مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراع في الأمر في تنفيذ الأمر، ومنهم من التزم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة حتى بعد أذان المغرب، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حينما وصلوا في بني قريظة وحاصروهم وأذاقوهم الذل حتى ينزلوا، وأرادوا أن ينزلوا على رأي من يواليهم من المسلمين أو من أهل الأوس أو الخزرج، فحكم الله فيهم وحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ، وكان حليفا لهم أو مواليا لهم، وبالفعل حكم فيهم وارتضوا بحكمه. فحكم فيهم بماذا؟ قال: يقتل المحارب ما لم يدخل في الإسلام، والنساء سبايا، والأموال تقسم على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. سبحان الله. وبالفعل كانت هذه هي التي نزل يعني حكم سعد على هؤلاء اليهود في بني قريظة. فشقت لهم الأخاديد، وبالفعل قتل الرجال ما لم يرضى واحد منهم بالإسلام، وأخذت النساء سبايا وقسمت الأموال على المسلمين. جميل. طبعا في بعض الشبهات تثار حول الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما يسمى بهولوكوست أو محرقة لليهود، وأعدمهم جميعا وأبادهم إبادة جماعية وحشية، وهو ما لا يتناسب مع دين سماوي، فما بالك الإسلام دين الرحمة. فيعني إيه رد حضرتك على هذه الشبهة؟ يعني حينما أحكم على إنسان وأقول له: ما رأيك في أن أعاقبك بشريعتك؟ هل أكون قد ظلمته؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سعد بن معاذ، أولا هذا الحكم الذي تم ليس حكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتهم بأنه هولوكوست أو غيره. أما هذا الحكم فكان حكم سعد، وسيدنا سعد حكم بهذا الحكم وهو من صلب شريعة اليهود، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر. رب العزة سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشريعة التلمود، الشريعة اليهودية أو الدين اليهودي بالنسبة لهم، العقيدة اليهودية تقر بهذا الأمر، وهذا ما شهدناه حتى في حكم خيبر أيضا. سيدنا موسى عاقب المديانيين بنفس ما عاقب به، بل أكثر، بنفس ما حكم به سعد بن معاذ، وبالتالي فليس غريبا هذا الأمر، وهم يعلمون تماما فيما بينهم، حتى حينما كانوا يتشاورون فيما بينهم فكانوا يشير الواحد إلى الآخر بالرقبة، بمعنى أنه سيذبح. فهذه عقيدتهم، ويعلمون تمام العلم بأنه من نقض العهد بهذا الوضع فهو الذبح، كما فعل سيدنا موسى، وهذه هي عقيدتهم، هذا هو دينهم. فأنا لم أحكم بديني أنا، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر يقتضي الإكرام فكان يتعامل بعقيدة الرحمة، بالشريعة الإسلامية. أما إذا كان فيه العقاب فكان يتعامل بعقيدته. فليس فيه شيء من الهولوكوست أو هذا الأمر يعني على الإطلاق. جميل. وطبعا هو ده كمان كان عقاب، يعني كان لازم يبقى فيه عقاب
رادع لليهود في هذا الوقت لخيانتهم، لأن الخيانة نؤكد مرة أخرى ليس عقابا من عندي ومن شريعتي، وإنما هو عقاب بناء على العقيدة اليهودية عندهم.